ابطال. انت حققت بطوله افريقيا مع الاهلي بتهيألي صح؟ سنه 93 بس كانت ابطال ساعتها بقى نسخه ابطال الكاس قبل ما تبقى كونفدراليه بالظبط كده. كان نهائي مع افريكا سبور وكسبنا 1-0 هناك. وبطوله عربيه بتهيألي برضو لما كانت كتير من الجمهور النهارده يعني جماهير الشباب الصغير في الكوره ما كانش يعرف يعني ايه بطوله عربيه. في التسعينيات انا فاكر ان البطوله العربيه دي يمكن كانت اقوى من البطولات الافريقيه نفسها. في وقت من الاوقات حصل كده مشكله عندنا في اداره النادي الاهلي، كان في مشاكل تحكيميه في البطولات الافريقيه. ايوه بيتقابل النادي الاهلي في ماتشاته وكده، فجه قرار من الكابتن صالح سليم ساعتها وقتها قال مش هنلعب بطولات افريقيا. فحصل بقى ساعتها سنتين ثلاثه كده ما لعبناش في البطوله. فساعتها دخل بقى البطوله العربيه وكانت بطولات قويه جدا. جدا انا حضرت ماتشات فاكر بالظبط 95 كان فيها فرق على مستوى قوية جداً. السعوديه والكويت والبحرين والمغرب. الرجاء البيضاوي ده كان بالزبط ساعتها بالزبط حاجه ماتشات. كانت ماتشاته الاروع، وكمان تلاقي الجمهور كمان ساعتها كان 100,000 في المباراه كلها. حقيقي كانت ماتشات جميله جدا يعني.